ناسا بتقول ايه عن الطقس؟ ناسا بتقول لنا خبر مزعج لكنه واقعي، بتقول ان يوليو اللي هو الشهر الحالي هو الاكثر سخونة على الاطلاق، وقالت ان العالم بيشهد تغييرات مناخية غير مسبوقة وسخونة شاملة كسرت الارقام القياسية لدرجات الحرارة تم رصدها في المحيطات في سطح البحر، وحطمت الأرقام القياسية حتى خارج المناطق الاستوائية. فلازم نبقى احنا مأهلين نفسنا ان الحر معانا لآخر يوليو، ممكن تبقى فيه أيام محتملة وأيام صعبة، فنبقى مؤهلين نفسيا، لكن اللي مش هنبقى مؤهلين ليه تماما هو انقطاع الكهرباء. لازم شيء يخفف شيء. طيب، علشان فكرة الطقس والمناخ اللي اتغير في العالم كله، الصين اخترعت حاجة جديدة، ملابس جديدة للبحر تواكب هذه الحرارة الحارقة، وسمته الفوسكيني. الصين لأنها سجلت درجات حرارة مرتفعة تجاوزت بالنسبة لهم، دي درجة عظيمة جدا وصعبة جدا، 35 درجة، بينما وصلت درجة حرارة الأسطح في بعض مناطق في البلاد ل 80 درجة. امبارح كان في إيران مثلا فيها 66 درجة، دي مستوى صعب جدا جدا من الحرارة. فالسكان في الصين، الصين طبعا دايما بيبتكروا، دايما طول الوقت الحاجة أم الاختراع، فطول الوقت بيخترعوا حاجات، فأقبلوا على زي للبحر جديد سموه الفوسكيني، اللي بيغطي الوش بالكامل زي ما احنا شايفين في الصورة عشان يحميه من الشمس. الجاردن البريطانية قالت إن زوار وسكان لبكين بقوا بيستخدموا قبعات فيها كمان مراوح، وبيغطوا أجسامهم بالكامل حتى لا يتعرضوا للحروق، لأن الشمس بتبقى حارقة يعني بتعمل حروق. والفسكيني ده هو غطاء كامل للوجه مع فتحات للعيون والأنف زي ما باين في الصورة، وملحق به أكمام منفصلة علشان يغطي الذراعين، وقبعة واسعة الحواف بتزود بسترات خفيفة الوزن صنعت من ألياف مقاومة للأشعة فوق البنفسجية. احنا عايزين أكيد يعني نستورد القصة دي أو نبتكر شيء يناسبنا. طيب، احنا عندنا الحرارة والكهرباء والحفلات. الجدل حتى الآن على حفلة مغني الراب الأمريكي الشهير سكوت، الناس منقسمة انقسام كبير جدا على القصة دي، والأصوات العاقلة شايفة ان دي كارثة، ان إلغاء الحفلة كارثة للسياحة ولقيمة مصر.